ده كلام كيوت. يلا انت لو تديها بقى وسطك وتاخد الكلام الجامد ده عامل وحشتني جد. مش يعني ما... يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، عشان ناقصين لمخه في الكلام. يا أعمى إيه مش فين قطع ماشي معاه ولا أنا مش مالي عينك؟ إيه حبيبتي يا عيونا خدني بحبك يا وحدي الزمان. إيه لازمة الحجاب؟ ليه مبهدل الحجاب معانا في الحاجات اللي زي دي؟ إزيك يا أخ دينا سي عبد ربه صديق من الإنترنت فيسبوك؟ هو فكر المحجبات شخصية دي نفسها هو بيديهم كام؟ يعني نفسها هو بيديهم فلوس قد إيه عشان يعمل له ما بيعملوه ده؟ ثابت ولا بتر ايه ما فهمتش ايه القصه؟ طيب ايه الحدوته؟ اتفقتوا على ايه؟ انا ما فهمت خلاص، ولا كنا شفنا اي حاجه، ولا كنا اي حاجه حصلت. يلا يا جماعه نكمل حفلتنا عادي جدا، ولا كان في حاجه، احنا متاسفين ليكم. انا معايا حاجه مش مستوعب ايه، بس هم غالبا دي فنانه غالبا. او فنان ولا فنان ولا فنانة، يعني هي حاجة انا مش مستوعبها بصراحة. ايه ده؟ الراجل ده يا ماما ولا ست؟ المفروض كنت حاجة هبدأ بقى الفيديو بالاول خالص، بس قلت نخليها في وسط الفيديو بقى وخلاص بقى، واللي يحصل يحصل. رب ما كنتش جايب خلق وفي الاخر حد يقول انت بتتريق. يا رب لا لسه مصلي والله، لا اكيد في ترجمه غلط، ممكن دي ليونه زياده على اللزوم فجابت في قدامه و... انت بتقول ايه؟ خلاص ما بلاش، ملوش في التفاصيل دي بلاش، بس حاولت اجيبها عشان نحاول نستوعب كلنا. ايه ده؟ شاب فاضي، هو غالبا شاب فاضي تقريبا او لا مش عارف، يعني هو عايز يوصل حاجه احنا ممكن نوصلها عن طريق الغزاله رايقه الناس الحلوه سايقه يا سيدي يا جماله. حظه بعيد كده ليه؟ ما تيجي تقرب يا حبيبي، نقرب كلنا ونجيلك. يا نهار ابيض، هو غالبا ما اتفرجش على الفيديو، غالبا صوره ونزله. يلا بقى، يلا زي ما يجي يلا اللي يحصل منين؟ اكيد الفكره كانت احسن دماغه اكيد. عايز اجيب لكم لايف من اللايفات اللي انا ممكن بجيبها كل فين وفين، ده بحب اتفرج على الناس دي. او بتبقى هي بتعمل ايه ولا بتبقى ليه؟ تجيب الف تحكم عليا، احط بودي، احط نيل، احط زغاره، احط اي حاجه في دماغي. ليه كده تميل؟ ليه تحط ايه انت تحط ايه وانا احط ايه وهم يحطوا ايه؟ اجيب الالف اخليك تحط روس، تحط بودي، تحط اي حاجه تلف لفه وتيجي. خالصه اكيد خالص. لا كده مش خالص اكيد يعني. ام بسرعة ملكي كنتي حرة تصور يا سير الله قلبي جمت شاهد. مالك يا اسطى؟ مالك والله انا خايف عليك والله. انت كويس؟ طيب يا الله، ايه اقدر اكمل اكتر من كام سنه؟ الوضع يعني في الضايع خالص. يلا ربنا يشفيك، كمان ما تنسوش بقى اللايك والكومنت والشير والكلام الجامد ده. زورونا بقى فيديو جديد ان شاء الله.